اخواتي وحبايبي، طبعا مش عارف ان متابعين موضوع التيك توك والاكونت اللي كان فيه 1,300,000 اللي اتحظر التوثق بتاعي بدون سبب اتحظر. يعني يمكن حتى الفيديوهات اللي انا بنزلها تعرفينها كلها، يعني ما فيهاش حاجه، ما فيهاش انتهاكات. يعني بقى لي سنتين بنزل الفيديوهات دي، اشمعنى دلوقتي الفيديوهات فيها انتهاكات؟ يعني كلمت ناس، يعني صلكم بطول الموضوع بسرعه، كلمت حد من اداره التيك توك وبعتين لي الفيديوهات كمان وقلت له هل دي فيها حاجه اصلا؟ عايز اقول لكم اللي متابع هيشوف الفيديو الاخير اللي هو اللي انا كنت بقول اعملوا دوت معايا يعني، وقولوا ايه، وقولوا خبر اللي انتوا يعني نفسكم تسمعوه. يعني فيديو ما فيهوش حاجه، انا ما كلمتش فيه اصلا، الفيديو انا ما قلتش فيه حاجه، الفيديو ما فيهوش اي حاجه تدل على اي انتهاك واتحذر. وطبعا كان فيديو تاني يعني، فعايز اقول لكم هو ما اعرفش عشان برضو ما اظلمش حد، هل فعلا حد ورا الموضوع ده؟ مش عايز اتكلم يعني، هنعرف واخد بالك الفترة اللي جاية، هنعرف ايه اللي حصل وايه الكواليس بالظبط. يعني اكيد هيجي وقت معين كده واقول لكم الليلة كاملة ايه، ولكن لحد ما يجي الوقت ده اعتقد اليوتيوب هنا مكان مناسب انزل عليه فيديوهات اللي انا كنت بنزلها، اللي حابب يكون موجود هنا على دماغي. لكن انا يعني تيك توك، انا يعني سنتين قعدنا تعبنا وعملت، وفي الاخر بسهوله جدا كل حاجه راحت. ف هنزل لكم فيديوهات هنا، اللي حابب يكون موجود هنا يعني، وكل يوم هنزل لكم ان شاء الله فيديوهات على يوتيوب. واتمنى طبعا، اتمنى الدعم من كل اخواتي، هيفرق معايا جدا الفتره دي. أشوفكم بخير، هنزل لكم فيديوهات يومية إن شاء الله هنا. السلام عليكم.